يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شكذا ربنا برضو ذكر قصة في سورة الشعراء، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يختلق والله يا أخواننا دي مشكلة، تلقى زول مشلل زول يقول لك عالجو، والزول هو ذاته ودوه إسبانيا ولا تركيا ولا الأردن عنده حصوة ولا عيونه تعبانات ولا غيره، أو مشى المستشفى يدوه حقن ودار عليهم في المسيد عشان يديه ورقة، هو ذاته مسكين. شكد إبراهيم قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه قال إلا رب العالمين؟ لأنهم عبدوا هذه الآلهة مع الله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. هو القرطبي قال هذا يفيد الحصر والاختصاص، يعني ما بيسقيني ويطعمني إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. دوما سؤال، أين ما كنتم تعبدون من دون الله يوم القيامة؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون لنفسهم؟ بيقدر ينصروكم انتم لنفسهم؟ بيقدر ينتصروا؟ ربنا قال فكبكبوا أي دهوروا، يعني كبوهم رموهم ألقوهم في جهنم. شكد ربنا عز وجل قال في الحاقة، قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. وده أخواننا والله إحنا الكلام ده بنقوله نصيحة للناس، لا عشان نسيء أو نشتم أو نستهزئ أو نتندر بأحد، لكن دي الحقيقة اللي قال القرآن اللي بيخليها بيتورط. ربنا قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريت ما ادوني الكتاب، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. إذا قال الله خذوه كما قال المفسرون ابتدره 70,000 ملك. حسين إحنا كده قاعدين هنا ديل بنحصل 570,000 ملك. ربنا يقول خذوه، ديل طوالي يبتدروا إنه يأخذوه، خذوه فغلوا أربطوه، ثم الجحيم صلوا دخلوا جهنم، ثم في سلسلة ذرعها طولة 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل من الدبر وتخرج من الفم، يدخلوا فيها، يدخلون في السلسلة دي، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مشكلته شنو الزول ده؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
قال المفسرون لا إله إلا الله. ده مشكلته في التوحيد. عشان كده هناك في سورة الشعراء ربنا قال فكبكبوا فيها في النار يعني هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون كلهم جوا جهنم. قالوا لأنه في النار الحقائق بتظهر وربنا بيكشفها وبيخلي الحقائق ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحقائق من أفواههم وألسنتهم. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله بقى يحلف بالله يا دوب في الدنيا يحلف بالشيخ يحلف بالقبة يحلف بالأولاد يحلف بالقعدة يحلف بالملح يحلف بالطلاق يحلف بالحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما في الآخرة ما بيحلف إلا بالله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين في الدنيا يعني إذ نسويكم برب العالمين. ندعو الله وندعوكم الله بدينا ولد وداك بدي ولد. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. المشرك ما عنده شفاعة ولا صديق حميم. ودي كلها ربنا هذه الأمثال ربنا ذكرها في القرآن. شكذا ربنا قال لهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. السعدي رحمه الله قال هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن يرجو غير الله نفعا وضرا ونصرا وأنه لا يملك له النفع والضر والنصر كما أن العنكبوت اتخذت بيتا ليحميها من البرد ومن الحر ومن المطر وهذا البيت لا يحميها من البرد ومن الحر ومن المطر. كمثل العنكبوت يحزر يخلي ربنا الخالق الرازق البدي والنفس يمشي له لعظام رميم كفنا وغسلا ودقلا طوب وحفرا وحشرا جوا وسوا بالتراب ودقلا سيراميك وقبة وضرب جير تمشي تدعو تاني عشان يسوي شنو عنده شنو تاني. ولذلك قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ده حق ربنا يا أخواننا ببساطة حق ربنا. نحن بنتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذا الحق الذي هو واجب علينا. عشان كده ربنا بيسأل عن هذا الحق جميع الناس بما فيهم الرسل. ربنا قال ويوم في سورة المائدة في خواتيمها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم نبي كريم من أولي العزم الخمسة من الرسل عليه الصلاة والسلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. تقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك تنزيها لك ينزه الله أن يكون له مثيل أو أن يقول مثل هذا الكلام لأن ربنا عز وجل قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول. دي فيها رد على اليهود قال هو بشر زينا هو بشر لكن ما زينا هو بشر لكن ربنا كرمه بالرسالة. فربنا قال لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل زي وزي الرسل الذين سبقوه عليهم جميعا الصلاة والسلام وأمه صديقة ليست بزانية كما قال اليهود عليهم لعنة الله كانا يأكلان الطعام. ودفعوا يا أخواننا إنه الإنسان البني آدم ما دام إنه بيأكل معناه ضعيف ومحتاج وما دام إنه بيأكل بيحتاج يمشي الحمام فلا يستحق العبادة مع الله. وأما الرب تبارك وتعالى فهو الحي الذي كملت له صفة الحياة
ربنا حي، حياة ما سبق عدم ولا يلحق زوال. نحن حياتنا دي كنا ما في شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو شيئا مذكورا؟ وقال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ربنا قال وقالوا ربنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أما الرب فله الحياة الكاملة التي ليس فيها تعب ولا فيها نقص ولا فيها عجز ولا فيها نعاس ولا فيها غفلة ولا فيها نسيان. الله الصمد الذي تتوجه إليه الخلائق بحوائجها وهو غني عن الخلائق سبحانه وتعالى. دول يخلي الرب بالصفات العظيمة دي ويمسك في مخلوق محتاج فقير يأكل ويشرب ويمرض ويبأس ويموت وتصيبه المصائب والمعايب إلى آخر، يخلي ربه تبارك وتعالى. عشان كده ربنا بيمحص الناس يوم القيامة. ربنا عز وجل قال وبرزوا لله جميعا، يعني يوم القيامة، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أنا كنت تابعك في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ممكن يا شيخ ما قام قال له يا ليل ليلك جكا في القصيد، وأكثر ما ورط الأمة دي القصيد ده الذي فيه الغلو وفيه الكذب والشركيات. قال يا ليل ليلك جكا ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل جكا دربهم زلقيبه مطيا، يوم الحلوق الكظم قلبوا قرون بجيش تنظم. وربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محص. وفي الآية الأخرى من سورة غافر قال الله عز وجل وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. أسأل الله العافية والسلام. ده كله بسبب شنو؟ حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول نعم أو بلى، فيقول كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، مرق ما في جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. أصوا يا أخواننا، قالوا ال لا يستقيم الظل والعود أعوج، ده في الدنيا عقيدته كانت خربانة وعرف روحه في النار ما عنده حاجة، فبقى يطلب من غيره إنه يدعو له. والله تاني أدخلوا جهنم الواسطة وجوه النار تاني دخل الواسطة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، زي ما هنا قال لي قوماك يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، أناديهم ليك أنا؟ أنت ما تنادي براك وكيت هو شرك داخلني معك مالك؟ هنا قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الخزنة أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شكد لما ييأسوا ربنا قال ونادوا يا مالك،
عشان كده ناس الزول يكرب عقيدته من الدنيا، تكرب شغلتك. العقيدة دي الأساس اللي بيصحى به والصلاة والزكاة وتحفيظ القرآن والحج والعمرة والصدقة وفعل الخيرات والوقوف مع المساكين وكفالة اليتامى وإعانة الأرامل وختم القرآن والإكثار من ذكر الله، كل العبادات العظيمة دي إذا أنت ما عندك عقيدة كلها ما في، كلها ما في. ربنا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، برضو واسطة. أنت ما تقول يا الله اقضي علينا عديل زي ما قلتها في الدنيا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ابن كثير قال بيرد عليهم بعد، قالوا بعد 80 سنة أو 40، وقالوا زيادة 1000 سنة، بعد 1000 سنة يا مالك ليقضي علينا ربك، انتظرين. عشان كده ربنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. دي النار. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أذلك خير نزلا دا خير ولا عاقبة المتقين. شاكيد يا أخواننا عقيدتك ما تلعب فيها، ما تجامل، ما عندك عقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار له عينان تنظران. ولسان ينطق فيقول وكلت بثلاث. العنق ده بيمرق يوم القيامة من النار، عنده 3 أصناف من الناس. قال منهم وبمن دعا مع الله إلها آخر. ولذلك أخواننا أغلى ما نملك هو العقيدة، فإذا عبدت الله ولم تشرك به قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أقف إلى هذا الحد، صلاة جاد، وإن شاء الله بعد الصلاة يواصل أخونا الشيخ أحمد البدوي. جزاكم الله خير، بارك الله.